ونبقى بالسعودية وبأجواء الأفلام ومع فيلم سكة طويلة اللي انطلقت عروضه بالسينمات. فهالعمل تولى إخراج عمر نعيم اللي سبق وعمل بأفلام هوليوودية مثل The Final Cut و The Becoming. فنقل خبرته بأفلام تريلر إلى سكة طويلة اللي من بطولة فاطمة البنوي وبراء عالم. سكة طويلة هو حرفيا سكة طويلة. الفيلم تدور أحداثه على أطول طريق مستقيم في العالم اللي هو طريق 10 ما بين الرياض وأبوظبي. وتدور الأحداث حول علاقة أخوين ناصر ومريم أثناء قيادتهم في سيارتهم في هذه السكة متجهين لحدث مهم حتعرفوه بعد مشاهدة الفيلم. فبرحلة مرعبة مدتها ساعة ونص تتم مطاردة ناصر ومريم ومحاولة تحطيم سيارتهم، ويتداخل مع الأحداث التشويقية أجواء من الدراما والمغامرة بالوقت نفسه. في شوية أكشن ودراما خارجية تحرك دراما داخل السيارة، ونشوف الصراع ما بين ناصر ومريم، وفي النهاية الصراعات هذه تؤدي إلى، خليني أقول، علاقة يعني جديدة فريش ما شفنا كثير منها في الدراما السعودية والخليجية بشكل عام، خصوصا أنها تدور ما بين أخ وأخته. والد هالشخصيتين هو محمد، الكاركتر اللي بيأدي عبد المحسن النمر. مشاركة الأستاذ عبد المحسن كانت من أكثر الأخبار السعيدة اللي سمعتها أثناء تصويري للفيلم. أنا من أشد متابعيه، وأول ما قابلته عدت له 3 مسلسلات كنت أشوفها له، وأنا ما زلت يعني مراهق متابع عاشق للدراما. وأعتقد ما حد يختلف أنه من أحد أفضل وأكثر الممثلين انتشارا وموهبة من ما بين في الوسط الفني السعودي. تشرفت كثير بالعمل معاه، تشرفت كثير أني أوقف معاه قدام كاميرا، وإن شاء الله يا رب تظهر هذه السعادة وهذا الشرف وهذه الكيمياء اللي حاولنا نصنعها ما بيننا وبينه. والكيمياء أيضا كانت واضحة على الشاشة الكبيرة بين فاطمة وزميلها براء. تجارب زي كده تخليك تغوص في شخصية لأبعاد ما عمرك تتخيل أنها ممكنة، وخاصة بزميل زي براء عالم. يعني الفيلم كله قائم على بطلين داخل سيارة بيعدوا بطلعات ونزلات على مدار رحلتهم، في منها جدا عاطفي، في منها جدا يتطلب يعني أداء ما هو طبيعي. فلو قدامك أحد ما يساندك أنت بتنزل. لكن أحلى شيء يمكن كانت في التجربة كانت زمالتنا اللي خلتني أنا أدخل وأغوص في شخصية مريم وهو في شخصية ناصر. وإضافة إلى هالتجانس بين البطلين، النص، نمط الفيلم وطريقة معالجة القصة كانوا الدافع لخوض فاطمة هالتجربة من دون تردد. يعني صراحة هذه من أسرع النصوص اللي وافقت عليها. قرأت النص في 45 دقيقة وكلمت مدير أعمالي وقلت له أنا حامل ده الفيلم، لأنه حسيت في أفلام إثارة تعتمد فقط على الإثارة، يعني على الأكشن سايد، ما يتخللها جزء إنساني، جزء اجتماعي، جزء أخوي. وأنا يعني دافورة جدا في القضايا النفسية الاجتماعية، فأحب أنه حتى لو إيش ما كانت الجانرا اللي قاعدين نطرحها على الجمهور يتخللها بعض من هذه الجوانب، لأنه دائما هي ممكنة. يعني حتى لو عملنا فيلم يخوف هورر يتخللوا هذه التفاصيل، ونفس الشيء الأفلام الأكشن، نفس الشيء الأفلام المضحكة والكوميديا، دائما في إمكانية وفي مساحة مستعدة إنها تستقبل تفاصيل إنسانية وتفاصيل نفسية وتفاصيل مشاكسة أخوين أو عائلة أو أصدقاء وعلاقات بشرية ممكن تطلع من هذا الشيء. وهذا ما أعجب الجمهور اللي كان ردة فعله إيجابية على العمل، اللي أيضا لقى استحسان ودعم نجوم السينما والدراما، أبرزهم أيدا اللي حرصت أنها تحضر العرض الخاص للفيلم. شعور مرة حلو، أنا دائما دائما أنبسط لما أشوف مواهب سعودية سواء قديمة ولا جديدة، كلنا قاعدين نواكب هذا التغير والتطور بشكل مرة جميل. وإلى جانب متابعتها لأعمال زملائها، إيدا تتحضر لقرب موعد عرض فيلم جنون اللي تشارك في بطولته وتم تصويره من 4 سنين تقريبا، وحماسها أيضا كبير لمسلسلها Rise of the Witches واللي متوقع طرحه العام المقبل.